مرحبا. موتور شو جديد، موتور شو من الحلبة مثل ما عم بتشوفوا. واليوم في عنا سيارة سريعة جدا، هي الكاميرو، مش حيلا كاميرو، هي الزي ال 1 مع سوبر تشارج انجن مع 150 حصان. تعالوا نشوفها، نتعرف عليها اول شيء بفيديو، بعدين نجربها سوا على هالحلبة. الحرارة 45 بالليل. تعالوا نتعرف على السيارة قبل، واكيد نشوف حلقة مميزة من موتور شو مثل ما احنا بنعمل 26 سنة. فيديو. شيفروليه كامارو موجودة بالأسواق من سنة 1966، وبعد توقف إنتاجها لوقت قصير بين سنة 2002 و2009 رجعت كامارو بقوة على الطرقات عبر جيل خامس قبل ما يتم إطلاق الجيل السادس الأجدد. والفئة زي ال1 هي الأقوى على الإطلاق بين كل فئات هالسيارة الرياضية الأمريكية الأصلية، مع التذكير أنها كانت تقدمت لأول مرة سنة 1969، وكانت بوقتها مزودة بمحرك بيولد 375 حصان. ولسنة 2018 تقدمت الفئة زي ال1 من كامارو بنسخة أقوى تحمل اسم زي ال1 1LE، قادرة تأمن أداء كتير قوي على الطرقات وعلى الحلبات كمان، علما ان الاقوى من بين الفئات الستة المتوفرة حاليا من كامارو. البداية مع الهيكل، بعد نجاح المهندسين بخفض وزن شيفروليه كامارو زي ال1 1LE الجديدة بمقدار 27 كيلوغرام مقارنة بالفئة زي ال1 الخفيفة اصلا. تصميميا كامارو الجديدة صارت اكثر جاذبية وجرأة بمختلف فئاتها، علما انه الفئة زي ال1 بالتحديد تستفيد من تصميم خاص فيها، خاصة على مستوى الواجهة الأمامية، مع تركيز كبير على تعزيز انسيابية الخطوط بشكل كفيل بتحسين التوازن العام. والفئة زي ال1 1LE تستفيد من خطوط انسيابية أكثر ومن إطارات قياس 20 إنش مصنوعة من الألومنيوم المركب والكتير خفيف، مع دويليب إيجل F1 سوبر كار 3R طورتها جودير خصيصاً للبرفورمانس باكج من كامارو. وإذا كانت كتير من عواكس الهواء أو السبويلرز والجانح الخلفي المعتمدين بكامارو زي ال1 مدروسين لتعزيز الثبات على السرعات العالية يلي ممكن تبلغ 320 كيلومتر بالساعة، وكمان لتعزيز التوازن وتحمل ضغط جاذبية بيبلغ 1G داخل المنعطفات، فكل المكونات مطورة أكتر بالفئة 1LE يلي بتتحمل من جهتها ضغط جاذبية بيوصل لحدود 1.1G، ويلي بتسمح للسائق بتعديل ارتفاع المقدمة عن الطريق وزوايا شفرات الهواء والجانح الخلفي يلي بيأمن ضغط عمودي من الأعلى للأسفل أو داون فورس بيبلغ 136 كيلوغرام على المحور الخلفي خلال القيادة بسرعة 240 كيلومتر بالساعة. بالانتقال للمقصورة، الطابع الرياضي جذاب والتجهيزات متطورة، ولكن بعض زرار التحكم منا عملية والمقاعد الخلفية ضيقة كتير وسعة الصندوق الخلفي محدودة مع فتحة تحميل صغيرة. ميكانيكياً تستفيد كامارو زي ال1 من محرك V8 بسعة 6.2 لتر مع ضاغط هواء بيولد 650 حصان، بمقابل محركات من أربع أسطوانات للفئة القياسية وV6 وV8 لباقي الفئات كمان، بقوة بتتراوح بين 275 و 455 حصان. حتى أنه ناقل الحركة الأوتوماتيكي المستخدم بالفئة الأقوى من كامارو بيتكون من 10 نسب أمامية مقابل 8 نسب بباقي الفئات، مع إمكان اختيار ناقل الحركة اليدوي من 6 نسب أمامية واللي بيتوفر قياسياً بالفئة 1LE لزيادة متعة التحكم. بالنسبة للأداء، شيفروليه كامارو زي ال1 قادرة تنطلق من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 3.6 ثواني مقابل 4.6 ثواني للفئة العادية المزودة بمحرك V8 كمان، وبيشعر السائق بنشاط التسارع على الطريق وبيسمع بوضوح هدير المحرك. ولكن بالمقابل نسبة الضجيج الخارجي اللي بتتسرب لداخل المقصورة خلال القيادة الديناميكية مرتفعة، وإذا كانت وضعية قيادة السائق رياضية فالرؤية للخارج منا واضحة ببعض الاتجاهات.
من جهة تانية، من الممكن التوقف من سرعة 100 كيلومتر بالساعة بمسافة بتبلغ 35 متر، وهي تعتبر بالتالي عادية ضمن السيارات الرياضية، علماً أنه تم استخدام مكابح قياس 390 ملي متر من تطوير بريمبو مع أنظمة إلكترونية لزيادة الفعالية، وتوازن كامارو مكفول على الحلبة وعلى الطرقات من خلال سسبنشن ببرمجة رياضية قاسية مع تحكم إلكتروني متطور، مع العلم أنه بإمكان السائق التدخل على مستوى وضعية القيادة والبرمجة بحسب الرغبة والحاجة، ونظام التحكم الإلكتروني بالتماسك بيتدخل تلقائياً عند الضرورة لضبط التوازن، علماً أنه برمجته بالفئة 1LE متشددة أكثر مقارنة ببرمجته بالفئة ZL1 العادية. هذا صوت الكاميرو ZL1 2018-2019، 650 حصان، اكيد اسرع كاميرو لحد هلا. عم اجربها بالليل، عم اجربها بحراره هلا تقريبا صارت 45، حراره الزفت حوالي 50 بالليل، تو ويل درايف، بس اتس غانا بي فان. حيكون في عنا كاميرات مثل العاده بالداخل تشوفوا الاجواء كانوا كنتوا معنا على دبي اوتودروم. كنت عم بحكي مع الكاميرا الخارجيه، ما في لكم قديش حراره عاليه، بس اتس فان. اسمعوا الصوت. Thank you.
شوية ديلي بالغيار، بتحسه شوي بالقاب على التراك مود. العربية عند هاندلينج حلو كتير، ما تنسوا عنا دفع خلفي والسيارة ثقيلة. سيتنج بوزيشن كتير حلوة، يوجولي ما تعودنا على هيك بالأمريكيين. من كفى نشوف الكاميرو زي الوان عن تراك بلقطات من خارج والداخل. بست اوف لهالبرمة. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.